كل مساء. سعيدة جدا مشاهدينا الكرام أن يكون معي في هذه الفقرة وفي هذه المساحة أحد الأبطال الفائزين بالأشعار في واحدة من المسابقات اللي هي دائما بتقدم أونلاين. يمكن دي واحدة من الأفكار الجميلة والمدهشة أنه يكون في عدد من الدول مشارك في مسابقة شعرية، والجميل في أنه البطل في هذه المشاركة الشعرية سوداني الشاعر الشاب المتميز جدا عثمان محمد عبد الحليم. أنا سعيدة جدا جدا بهذه التجربة، بقول لك ألف ألف مبروك من خلال ظلال الأصيل. أهلا بك. الله يبارك فيكي. برحب بك وبرحب بالسادة المشاهدين، وسعيد أنه أكون يعني معاكم نتفيأ يعني ظلال الأصيل مع بعض نحن والسادة المشاهدين. المسابقة هي كانت في نوفمبر الماضي، هي مسابقة بقيمة معهد جوتا الألماني المعروف. دي كانت النسخة الثانية لها، وقيمة السنة اللي فاتت كمان نسخة بيتنافس فيها شعراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كان المرحلة الأولى شاركوا فيها عشرات الشعراء، ويتأهل منهم 12 يعني متسابق أو شاعر للمرحلة النهائية. أنا كنت واحد منهم، والحمد لله بتوفيق من ربنا يعني كنت الفائز بلقب هذه السنة للمسابقة الشعرية، اسمها بويتري سلام اصلا. كان المرحله الاخيره كانت فيها التصويت، هو الفيصل يعني، فانا فزت على 31% من مجمل الاصوات ما بين ال 12 شاعر اللي هم كانوا من كافه الدول العربيه. كان في شعراء من مصر، من الاردن، من اليمن، من المغرب، من وفي واحد كان سوداني معي برضه. يا سلام، الحمد لله. فالواحد وفق وفاز بالمسابقه يعني. يا سلام. اللي هي زي ما قلت انت يعني الفكره بتاعتنا تكون هي اونلاين دي، طبعا بعد الكورونا والاحداث بتاعت صحيح الحجر الصحي واللوك داون ده. دائما احنا بنقول مواعين الابداع لا تنضب. بالضبط كده، هو يعني الفكره بتاعتنا فعلا مميزه يعني. ايوه يعني المجال الابداعي ده بيقدر يخترق كل الصعوبات. اكيد يعني أكيد. في كورونا، في حجر، فيه تفاصيل مختلفه، ولكن الابداع يظل موجودا في كل المحافل. وانا بفتكر انه دي واحده من المشاركات الجميله جدا، وانا فخوره بها وسعيده بها انه احد الشباب السودانيين يتميزون شعرا في هذه المسابقه. وهو برضه يعني عنده علاقه بالصيدله، درست صيدله صحيح؟ انا اساسا في الاساس صيدلي. صيدلاني وطبعا دي حاجه جميله جدا، وبرضه صحفي بكتب في الصحافه المناخيه والبيئيه والصحيه، ومؤسس لموقع اسمه زول بوست للصحافه الشبابيه. يا سلام. احنا عايزين نتكلم اكثر، نعرف اكثر على المسابقه لانه ده موضوع الفقره، ولكن هنهدي لكل المشاهدين الان اللي بيتابعونا على ظلال الاصيل واحده من القصائد الجميله جدا اللي كنت مشارك بها. جدا نعم. جدا تفضل. انا حابب استفتح يعني لو سمحتوا لي بقصيده او ابيات انا كتبتها يعني احتفالا بمرور الذكرى الرابعه لزواجي. يا سلام، الف مبروك وان شاء الله ربنا يوفقك. قبل شهر تقريبا فكتبتها بحتفل بالثانويه الرابعه لينا يعني، وبهديها لرفيقه الدرب يعني. احنا كمان بنهديها لها وحبيبتي من خلال غنات الشروق دكتور لينا صلاح. الابيات هي باللغه الدارجيه، وحاعقي بعد ذلك بابيات ان شاء الله باللغه الفصحى. اوكي. بقول في الابيات دي: اربعه مرت عقبال عمرا بالحب الباهر يتزين، وكل لحظه تمر من عمر الريت يتوهج زي النجمات يضون، يضاهي الشمس البراقه إشراق دفى وعطاء مزمن. أربع سنوات فيها الأرواح زادت أفراح ما ضاعوا سدى، باهتات أيامي بقن زاهيات الفرحة تلالي وتتلون. أربعة في الأربعة حبيتهم وبقيت ليهم بالجد ممتن، الأولى جمالك متفرد بفرهي زي زهر السوسن، الثانية عيونك بنظرات قادرات ينسوني الهم والحزن، الثالثة قلبك مليان حب زي النهر بيجري مودة وحن، الرابعة طباعك فيها صفات من أجمل وأكمل ما يمكن، وبقيت والهان والقلب خلاص لريتك استسلم أدمن، وبقيت والهان والقلب خلاص لريتك استسلم أدمن. نحن بنهدي لها القصيدة دي وبقولها دائما يعني بتمنى لكم الخير الوفير، السعادة، التوفيق دائما في الحياة الزوجية. وأنا بتمنى أي زول يعني شاعر يدي المساحة الأولى للمرأة اللي بتكون هي في حياته يعني زوجته، أم أولاده، حتى ممكن تكون امه، ممكن تكون اخته، لكن بتظل المساحه دي مساحه جميله جدا لانه يكون فيها تفرد. طبعا دور كبير في انه يلهموك ذاته في الابداع بتاعك. صحيح. ابتداء من الام يعني، طبعا ما هو واضح يعني لو ما في الهام وما في كده ما كان طلعت القصيده الجميله دي بعد اربع سنوات. فانا برضه بحيي هنا يعني والدتي العزيزه، هي برضه زوله دائما داعمه لي ومشجعه، وبالمقام الثاني طبعا زوجتي اللي هي المراه الثانيه في حياتي يعني.
يا سلام. وبرضه عندي مرأة ثانية في حياتي، ثالثة في حياتي. ثلاثة لكن ما شاء الله. الثالثة الرابعة فيها نماذج. لا 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 الثالثة بيتي. أنت خفت شكلك شكلك افتكرتها زوجة ثانية. لا الثالثة هي بيتي ريل، عمرها سنة وثمانية شهور. ما شاء الله. برضه عندي يعني كتب فيها أبيات ممكن نحن نقولها في نهاية المحاضرة. حنقولها إن شاء الله. أنا دائما بلاقي الناس اللي هم في الحقل الصحي أو الطبي عندهم وله كده للإبداع. صحيح. يعني دائما ما ألقى شعراء ممكن يكونوا أطباء أو صيادلة. أو ملحنين، والتفاصيل دائما بتكون موجودة عندهم. صح. بالرغم من إنه أنا عارفة إنه الزول اللي بيكون بيعمل في الحقل الطبي هو دائما مشغول. صحيح. لأنه طبعا الطب داير مواكبة وفي استحداث وفي أبديت لتفاصيل كثيرة، هو لازم يكون مواكبة، لكن ما بينفصل المجال الإبداعي من هذه المهنة. صحيح. العلاقة شنو بين الاثنين؟ هل في علاقة؟ والحين صدفة. أنا ذاتي ملاحظة حايدا ما أعرف هل في علاقة فعليا ولا. لكن فعلا كثير يعني من المبدعين يعني والشعراء الفنانين حتى الاعلاميين جايين من الخلفيه العلميه والطبيه دائما. من هنا بحيي صديقي العزيز احمد الهادي المدير في العربيه، هو برضه طبعا صيدلاني زميلنا، يعني له التحيه والمحبه والتقدير والتوفيق ان شاء الله. وبرضه اذكر الشاعر معيز عمر بخيت مشهور طبعا، وهو زول طبيب يعني طبيب كبير. فانا ما اعرف العلاقه شنو، لكن يبدو انه هو المجال الجاف وهو المجال المرهق ده بيخليك داير دائما مساحات التنفيس والترويح عن نفسك، فبالتالي الواحد بيقوم بيلجا للهوايات والابداع وكذا، فيبدو انه ده المتنفس بتاعنا نحن لانه مجالنا زي ما قلت فيه ضغط يعني وضغط وفيه قرايه كثير، قرايه بتخلص. صحيح. حتى بعد التخرج احتمال دي العلاقه. صحيح. طيب انا يعني موضوع الفقره مسابقة الشعر العربي الدولية وانت بطل لها، وانا هنيتك في بداية الفقرة، كلمنا عن التجربة دي، هل دي اول مشاركة لك؟ كلمنا كمان عن عدد الدول المشاركة. جميل. نوع القصائد زادها، هل كانت بالعامية ام بالفصحى؟ جميل. ام يعني بتحتمل كل اللغات العربية ممكن تكون سهلة للمتلقي. جميل. هي المسابقة يعني دي اول مشاركة لي في مسابقة يعني دولية. يعني شاركت في منتديات، شاركت في القاء الشعر في بعض المناسبات، لكن اول مسابقة اشارك بها. اول حاجه يعني الشعر هو يعني انا تقريبا ورثته يعني من والدي. والدي شاعر يعني مجيد وشاعر كبير، وعنده ديوان شعر يعني مطبوع، ويبدو انه الجينات زي ما قالوا بعض الدراسات قالت بتورث الطباع وبتورث حتى الهوايات. فبرضه شكله الفن ده بيتورث على فكره، الفن والكوره بيتورث الكوره والفن، فشكله برضه دي جزء من الجينات جاتنا الحمد لله. فالمساواه كانت زي ما قلت لك يعني اقام معهد جوتا بالتعاون مع مجله رؤيا. مجله برضه تابعه للمعهد بتاع جوتا، معهد جوتا الالماني هو تابع للوزاره الخارجيه الالمانيه، موجود منه فرع في كل الدول العربيه حتى الدول الاوروبيه. هو معهد ثقافي وبيرعى المناشط الثقافيه والفعاليات الثقافيه. فالمسابقه كانت زي ما قلت لك اول مرحله فيها كان فيها العشرات من الشعراء من كافه دول عربيه، يعني كان شفت من مصر زي ما قلت لك، من السودان كان معي دول، من الاردن، من اليمن، من المغرب، من تونس. اتاهلنا للمرحله النهائيه، شاركنا بقصيده في المرحله. كانت يعني فترتها الزمنيه كم؟ فترتها كانت عباره عن يعني اسبوعين تقريبا المرحلتين. المرحله الثانيه اتاهلنا 12 شاعر للمرحله النهائيه، وكان برضو المسابقه النهائيه كانت بإلقاء قصيده، وكان هو ايفنت على الفيسبوك او كان يعني مبثوث في الفيسبوك. وبعد النهايه كان في التصويت بتاع الجمهور يعني. زي ما قلت لله الحمد انا يعني توفقت ونلت 31% من الاصوات على الجماهير. يا سلام. وكان في المرحله الاخيره في السوداني المعاي ده، في اثنين مغاربه واحد يمني. كان المسابقه هي هم توجههم انه تكون فيها كل انواع الشعر مع اختلاف يعني انواعه، حتى كان فيها جزء من الناس يعني مشاركين بشعر دارج وكذا، لكن شاركت باللغه يعني الفصيحه العربيه الفصحى يعني. جميل جدا. انا دايره برضه اتعرف على اللجنه، يعني اللجنه كانت من وين؟ والله يا اخي انا بصراحه ما عندي فكره بالضبط عن اللجنه. لكن يعني اخر مرحله كان اللي بيقدم يعني الشعراء هو من جمهوريه مصر العربيه، لكن اللي عرفته انه هم عندهم لجنة من شعراء من كافة الدول العربية، هم مسؤولين من انه هم يفرزوا لانه اللجنة هي اللي بتفرز، هي اللي بتعمل التقييم بالضبط كده. حتى لو في مشاركات برا يعني او في ناس ممكن يرشحوا زول او يقفوا مع زول، بتكون عن طريق اللجنة. طيب خلينا نسمع قصيدة ثانية. جميل. نسمع باللغة العربية الفصيحة. على ذكر الزوجة والزواج وكذا، انا عندي قصيدة يعني هي دعوة للشباب للزواج وللعفاف، اسمها جميلة العفاف. أقول فيها: اكبح جماح النفس في شهواتها، وردع دوافع غيها المحتاج، اصبر اصمد وصابر، مغريات زماننا لا تجرفنك قوة المواجي،
اصمد وصابر مغريات زماننا، لا تجرفنك قوة الأمواج، لا تتبعن خطى الغرور فإنها تهدي الغريرة وذي الديانة ناجي. إن الغرائز في صميم طباعنا موصولة كالعنق بالأوداج، وتروم أنفسنا النساء طبيعة كجبلة وسجية ومزاج، لكن من زرع الغرائز حفها بمقاصد وأحاطها بسياج، ونهى عن الإفساد في أعراضنا وأبان حفظ الفرج في المنهاج. سبحان من شرع النكاح ليحتوي شهواتنا ويزمها بزواجي. هيا أخي إلى العفاف مسارعا، تسمو بنفسك ترقك المعراج، واصفر بذات الدين، تلك وصية طربت يداك وعشت في إبهاجي. واختر من الغيظ الحسان مليحة تهدي السرور عليك حين هياجي، تعطيك من عرف المحبة نسمة تهديك فيض غرامها الثجاجي، تغمرك من عذب الهوى ولذيذه ما أعذب الأيام دون أجاجي. إن الكريمة كالنجوم لتائه تهديه في الظلمات مثل سراجي. إن الكريمة للكريم كماله، إن كان ملكا فهي مثل التاجي. يا سلام، أنا دائما بقول إنه الكتابة بالفصحى الزول بيجيب فيها كثير، ودائما نحن بنحبب يعني الكتابة بالعامية، لكن بتظل الفصحى هي اللي بتربطنا بالعالم الخارجي، بتخلينا الأكثر انتشارا. وأنا أي شاعر مجتهد خصوصا في الشباب لما نكتب لي بالفصحى أنا بحس إنه هو عنده حاجة كبيرة، عنده مضامين كبيرة، عنده رسالة كبيرة عايز يعني وصل. تلقى زول جامع ما بين الكتابة بين الشعر العامي والفصيح يعني. صحيح. وكمان تحفظ يعني، في كثير من الناس بيخطوا مثلا ضرب صعب صراحة. والله يعني ما شاء الله موفق ومستمرين في حوارنا، وأنا عرفت إنه عندك مجال تاني، مجال مختلف اللي هو الصحافة الشبابية. صحيح. وعندك يعني زي ما بيقولوا أنت موقع اسمه زول بوست. صح. وتخصصت في الصحافة الشبابية. أنا سؤالي لك المباشر، هل الصحافة تشيخ تكبر؟ ليه أنت اخترت الصحافة الشبابية؟ والله يا أخي ما عندنا عمر الصحافة. صح طبعاً، أنا اخترت أن تكون صحافة شبابية. الفكرة أنه يعني بعد الثورة بتاعت ديسمبر 2019 اللي هي القاموا بها الشباب يعني، أنا أسست الموقع عشان ندي فرصة للجيل اللي هو قام بالتغيير ده إنه يعبر عن أفكاره ويعبر عن يعني أحلامه وطموحاته في شكل كتابات صحفية، ومن غير يعني رقابة أو من غير أي يعني مثلا نوع من التأثير يعني عليهم. نتحمل المسؤولية يعني ده في الموقع ده؟ أتحمل المسؤولية طبعا، لكن في النهاية برضو في ضوابط، في معايير طبعا، في 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 أخلاقيات. لكن برضو أنا قصدت إنه ندي فرصة للشباب اللي هم ما بيلقوا يعني نوافذ ثانية يعبروا فيها عن آرائهم ويكتبوا فيها يعني عن أفكارهم وكذا. مع إنه الآن الميديا هي يعني، أنا دائما قاعد أقول إنه المتلقي هو ذاته يعني بقى شنو؟ بقى وسيط ناقد. صح. يعني صح. ممكن يعبر عبر السوشيال ميديا، الصفحات تويتر انستغرام فيسبوك، كل صحيح. الحاجات المتاحه صحيح. دي احنا بقينا نشوف اخبار، احنا كاعلاميين واحنا المفروض ناقلين للخبر، بنشوف انه المواطنين او المتلقين هم دائما اللي بدون الاخبار. نعم صحيح. لكن برضو يعني انا القصد كان برضو تكون نوع من انواع الصحافه الحقيقيه يعني. انا برضو عملت المتخصصه هي متخصصه نوعا ما، لكن طبعا ما متخصصه يعني في تكتب في السياسه دائما يعني مصطلح الصحافه المتخصص نطلق على النوع المعين من الصحافه، اذا كان صحافه اقتصاديه اسمها صحافه. حددنا انه الشباب بعد الثوره دارين يعبروا. ايوه لكن متاحه في كل المجالات يعني متاحة. السياسيه الاقتصاديه وكذا. المتخصص زي ما قلت لك لو كان صحافه اقتصاديه مثلا متخصصه، صحافه بتاع الجريمه اسمها متخصصه. نعم. وهكذا يعني صحافه المناخيه مثلا نوع من الصحافه المتخصصه. هي ممكن تقول صحافه مخصصه لفئه عمريه معينه يعني او كذا يعني. نعم. هنسمع شنو؟ احنا قبل سمعنا انه في حاجه للبنوته. للبنوته يا سلام. انا طبعا زي ما قلت لك والدي شاعر. ما شاء الله. وهو يعني كلنا لما اتولدنا كتب في اي واحد فينا قصيده بيرحب بها فيه. انت بترد الدين بالضبط كده، فكانت حاجه جميله جدا انه واحد يعني دي واحده من اجمل نماذج المجايله يعني. اي والله الاب يكون شاعر ويكتب لاولاده ويجي الولد يطلع شاعر ويكتب لاولاده. بالضبط كده، فكانت حاجه جميله. انا بحييكم عليها والله. الله يكرمك. فكانت حاجه جميله الواحد بعد ما كبر يلقى في قصيده مكتوبه عنه يعني، فكانت حاجه رائعه. فالواحد برضه لما يعني لما جاتني بنت ريل اسمها ريل، فكنت يعني مبسوط جدا وحبيت يعني اقلد الوالد في في الحاجه الجميله دي. يعني القصيده بالدارجيه بقول فيها: يا اشراقات من حلم جميل اتحقق وبدا ظلمه ليل، يا بيت متفرده في طبعك وجمالك فذ ما له مثيل، افرحت الكل بميلادك حبابك مرحب بك يا ريل، اتمنيناك من قبل تجي
واستنيناك زي وعد شجي، وحبيناك من جوا القلب ما انت الامل اللي كان راجي. فرحة والدينك اقوى دليل، حبابك مرحب بيك يا ريل. صباح ميلادك كان انظر، صباح ميلادك كان انظر، الشمس اضاءت ضوء مبهر، الطير غنت بصوت مطرب، بحضورك كان متبشر، حتى الهوى كان بارد وعليل. حبابك مرحب بيك يا ريل. الاهل فرحتيهم بيكي، من كل مكان زاروا جوكي، حبوبتك وجدك بلهفه بكل عنايه احاطوكي. يا بت من عيله واصل نبيل، حبابك مرحب بيك يا ريل. اعمامك خيلانك هنوا، اهدوكي حنان وما ضنوا، ميلادك كان زي عيد للبيت، بيه الافراح هلوا جنوا. اهديت الناس بهجه وتهليل، حبابك مرحب بيك يا ريل. يا رب تبقي لنا، يا رب تبقي لنا سند وامان، تملينا عنايه وحب وحنان، لي تبقي حبيبه مدى الازمان، وصديقه لامك واطمئنان، وانيسه تبدد وحشه وويل. حبابك مرحب بيك يا ريل. يا رب في خلقك تبقي مثال، وفي ادبك مضرب للامثال، متفوقه في كل خير وجمال، متميزه ناجحه في كل مجال، ليا فخرنا تبقي سبب وسبيل. حبابك مرحب بيك يا ريل. يا رب في لبسك تحتشمي، بحجابك وفردك تهتمي، تفتخري بدينك، تعتزي وتفخري بدينك، تعتزي وتفخري بدينك، بأوامر ربك تلتزمي، وتكوني نموذج وقدوة جيل. حبابك مرحب بيك يا ريل. للمحتاجين تبقي المعروف، وتغيث الجائع والملهوف، للفقراء تكوني أمل وملاذ، لو حلت بيهم أي ظروف، زي أرضنا ثرة وزي النيل. حبابك مرحب بيك يا ريل. عايزينك للسودان رفعة، وبلسم للناس وقت الوجعة، وعلامة ومعلم للإنسان، فيك الأفضال تجمو التمعة، ومكانك سامي وعالي جليل. حبابك مرحب بيك يا ريل. في كنف المولى استودعناك، بكرمه وفضله دوام يرعاك، تتوفق في كل حياتك، ويسد سعيك يتولاك. يا ربنا حمدا وشكري جزيل، أنعمت علينا رزقتنا ريل. يا ربنا حمدا وشكري جزيل، أنعمت علينا رزقتنا ريل. ربنا يحفظك. اللهم آمين. ريل اسم جميل جدا جدا. الله يكرمك. ويعني بيعني حياه كثيره جدا. صح. ربنا يحفظك. أهل الغزال صح؟ أهل الغزال بالضبط كده. ربنا يحفظه إن شاء الله. طبعاً الغزال هو مخلوق لطيف جداً وجميل صحيح. جداً وهادي جداً، يوصف بالجمال والهدوء وكده. صحيح. وتغنى بيه طبعاً الفنانين والشعراء كتير طبعاً. طبعاً يجي ده الريل ولا شو ما عارف. أيوة. برضو ورد عنده الريلة. صحيح. أحبنا لك السعادة والتوفيق دائماً في مسيرتك العملية، وأنت طبيب صيدلي، وفي كتاباتك الشعرية، وفي اهتمامك بآراء الشباب في مختلف المجالات، اللي دائما أنا بفتكر إنه اللي بيدعم الشباب هو بيخليهم دائما يعني عضد للسودان. صحيح. السودان ده صحيح. بيجمعنا كلنا، فإحنا لازم نجيب بفرحة كبيرة جدا وندعم الشباب الواعد ممكن يقدم الكثير والكثير للسودان. شكرا لحضورك معنا الشاعر عثمان محمد عبد الحليم، شرفتنا كثير. الله يكرمك. أنا سعيد برضو بالمشاركة اللي أنا معاكم، ونتمنى تكون الفقرة يعني لطيفة والناس يستمتعوا بها.